تحيط السعودية عين زمزم بسوار آمن للمحافظة على مناسيب الماء المبارك وحمايته من التلوث ومستوى تدفقه. مشروع تأهيل بئر زمزم مرحلة تاريخية تهدف تحقيق زيادة القدرة الإنتاجية بمجرى الوادي في المنطقة المستهدفة المحيطة بالبئر، وعزل أساساتها عن مجرى المياه الجوفية. هنا منطقة المشروع، وهي أقرب نقطة حساسة للكعبة، لهذا تم عزلها بشكل ملائم بحيث لا تعيق حركة الطائفين. كذلك الحال في اختيار الوقت المناسب قبيل دخول العمرة وشهر رمضان. وكانت السعودية قد أعدت سابقا دراسات مستفيضة بيئية وهيدروليكية للخزان الجوفي المغذي للبئر، وتوصلت من خلال تلك الدراسات إلى ضرورة استئصال أساسيات المنشآت بأكملها التي تقدر بعمق 285 مترا واستبدالها بردمية مختارة حصوية بعد تعقيمها وقبل دفنها وتسويتها. وبهذا تؤمن السعودية بئر زمزم بغطاء صحي مطمئن عبر هذا المشروع الممتد عبر مراحل زمنية سابقة كانت السعودية توليه عناية ولا تزال تتفقده بين الحين والآخر. من مكة المكرمة، خميس الزراني، العربية.